أخبار اليوم. عاوزين نسأل المجلس المحترم، هل يمكن أن المجلس يتحول إلى حزب سياسي يوزع ثماره على أنصاره، أم أنها نقابة الجميع، نقابة اليمين ونقابة اليسار ونقابة الوسط؟ وأظن أننا قد ضربنا المثل بذلك، لأنه عندما في عز سقط كنا نحمي الإخوان المسلمين في داخل النقابة، واحنا بنعترف ان الاشتراكيين ضمن النقابه. هل يمكن اثنين اشتراكيين سعوديين يحكموا مصير نقابه الصحفيين بتسعه الاف عمر وخمسه وسبعين سنه؟ الاشتراكيين السعوديين على دماغنا. استقالتهم الان. استقالتهم.